صباح الخير حبيباتي، مرحبا بكم، ان شاء الله كل يوم تكونوا بخير. يوم الجمعه جبت لكم كسكس باللحيمه تاع العيد. الله الله، شوفوا ها الكسكس تاعي، ودرت لهم فطير مع الصباح. وشوفوا شوفوا 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 عندي المرقه راهي طيب. شوف درتها بالخضره واللحيمه، الله الله تاع العيد، شهيتكم في الجنه وجمعه مباركه للجميع. وعندي هنا الزبيب اللي يحب الزبيب، درت الزبيب هنا يفور مع الطعام، وعمو ميرو راهو يسلم عليكم. ونهاركم مبروك ان شاء الله كان عليكم وعلى الجمعة ام المسلمة ان شاء الله. شوفوا راني مع التخمام ميرو كامل، ونهاركم كامل. شوفوا الوردة تاعي كبرت، شوفوا لي شيتها صغيرة، شوفوا كل وقت نسقيها. هذا ورد القديفة، شوفوا الله يبارك كيف كبرت لي. وهذه تحب الظل، حطها كل وقت نجي تظل. وعندي هذا الورد، شوفوا كيما لويزا كيما هذه الوردة، هي بدات تشوفوا تنور غير بشوية. وهذه الشوك يحبوا الشمس، هذو نسقيهم ساعات الصباح ومع العشية كي تولي نشوى التراب تاعهم. إذا ما كانش نشوى هكذا ما تسقيهمش. شوف كي هم شمخ ما نسقيهمش، بصح إذا نشفت نسقيها. هذو يحبوا الشمس. هاي حبوباتي المرقة تاعنا شوفوا طابت، ندير لها قري الحار. الله الله، تجينا مرقة خاطرة باللحيمة تاع العيد. الله الله، والطعم تاعي حطيته يعني فوق لي. ونشوف وكاين ما يحبش اللحم، درت له الزبيب ها فورته ونحطيته في الجهه. وراكم معايا في هذا الروتين تاع الصباح تاع نهار الجمعه، جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله، نفس المعناتي تاع القهوه. وراكم معايا في نهار اليوم، ونشوفوا نوميره واش راهم دايرين. دايرين حاله، شوفوا. والبنات اللي قلت لكم شوفوا البطاطا، كاين هذه البطاطا اللي قلت لكم تاع جواز، وهذه الصغيره هذه تشريوها تصوتيوها، هذه تغليوها بالماء والملح وتصوتيوها، وديروا عليها حب الصل ومعدنوس خضر هكذا كيجي. الله الله، وراكم معايا في هذا الروتين تاع اليوم. ها شوفوا درنا له شويه ملح وشويه زيت، وعندي الماء باه نبقى نرش هكذا هكذا. شوفوا هكذا حتى المبتدئات البنات اليوم يتعلموا، هاي يتعلموا معانا. وراكم معانا، مرحبا بالجميع اللي دخل وشافنا. هكذا كنشمخوا بالماء هكذا حتى تطرالي حبة الطعام معايا، يسخونا هكذا. شوف هكذا تدي لها الماء حتى تطرى حبة الله، حسيها شوف طريه هكذا للمبتدئ حتى اللي يعرفوا. الله يبارك، ما قلناش اللي يعرفوا، اللي ما يعرفش معانا راه يتعلم. هكذا هكذا نبقى نرشو هكذا حتى الحبه شوفوا هكذا تكون طريه، ونخليه نشوف وراه الزبيب راه يعاود يفور لي. والمريقة تاعنا شوفوا طابت، الله الله هكذا. وراك معانا هكذا، راك معانا دوك نخليه هذا ينشف. اشوفوا هنا جات العيد، دوك قلت نسيق هذه الدنيا، نسيق نسيقو كامل هذه الدنيا هكذا. ونخرج فيتي ونكمل بشي العيد هكذا. هكذا كما كتشوفوا، نقي كامل الحالة هذه، نفحفحوها هكذا كما كتشوفوا هكذا. شوفوا نفرح كي نشوف هذاك برد القديفة، ما تغير نخسر فيه يا بنات. شوف الله يبارك، شح شح لي اللي شيتو صغير، راني وريتكم ضرب الأولى. شوف ما طولش ما با ما كاش عنده شهر وطلع وكبر لي الله يبارك. صح يحب الظل، حبيتي تشرب ورد هذا تاع قديفه، حطوه غير في الظل وتقيوه الصباح ومع العشيه. شوف كي تجي العين فوقيتي، نسيقو كامل الحاله. واخي على بالكم دوك العين في الجزائر ولا تاع الزيزه، ما تجيش كل وقت. هنا كي نشوفو العين جات
احسن ما قبل حالك. راكم معايا في البلوك تاع اليوم تاع نهار الجمعه ونشوفوا وين نروح تكون معايا. وشوفوا من جهه عندي في الماشين درت في فولين بصح ما كنرجع لكم العسه هذه. انا عندي لا مارفيش هذه ودرتو في ديليكا. هنا مكتوبه ديليكا تعرفت حتى بالحاجه اللي تحطيها. دونك هاكي نخسر نوريه لكم راني ما فاترشو بصح هذاك ما يخسرش وخلاص لازم نديرلو في العسل اللي توالو. هنا تعبر الوسمو الماء اللي تسخسرو هو هنا اللي حسب واش ديريها. كاين نورمال كاين ديديكا على حسب الحاجة اللي تحطيها. كي نخسر نوريكم كيفاش خرج. هاك فولي البنات شوف شوف غسلت فولي هادوك نشرو وتشوفوه. هنا انت اللي تخيري. هنا شوف نوري لكم حاجه كي تشعليها هكذا هاك. انا درتها في شوف كاين نورمال كاين سواء انتي تاش سواء اليرجي ديليكا سيريت كوت سيلونسيو بيدونش فابوري. انا واش خيرت لها درت لها ديليكا خاطرش هذا فيه شوف شوفو فيه الحقة شو كامل لازم ينخسر شي بهاد الوسم مدرتلوش نورمال درت ديليكا عبصت عليه هادي درت هكذا. لي متعرفش تمشيها ديرلي في لي كومونتير ونوريلها. شوف هنا عتاه وهنا مارش ديرلها هنا هنا أنا نعبص هكذا ومن بعد نخير خيرت هادي هكا ديليكا وهي دارت لي الوقت 59 دقيقه. ومن بعد تاخذ حق شحال نشوفو لافاج افوا تخير الماء في البارد وتوزن على حسب شحال كاين لا كونتيتي تاع الحاجه اللي تحطيها لداخل في الطومبو تاع الماشين الرافي تاعك. وكانت بغيت نوريكم برك المراحل اللي فيها واش الامواز اللي فيها. دوك نشرو وتشوفو كيفاه خرجلي. ها شوف كيفاه خرجلي راني نشرتو بان نوريهولكم. ها شوفو كيفاه غسلاتو خرجاتو الله الله شوف خاطرش كون نغسلو نديرو حاجة وحدوخرا نخد هذا العقا شوف لي فيه إي طيرلي. هذه خدمة تاع يقولوها تاع النحل تاع لابياي. هذا مخدوم باليد ديال البنات هذاك بولي شوف شتو كيخرج. ها هي البنات شوفي فورتو دركا تفيرة التالي ندهن شوية زبدة وندهنو ودوك نسقيو وراكم معانا في الغدا تاعنا تاع أيام الأيام تاع العيد. هذا وشهيتكم في الجنة. هاي الطعيمة تاعنا يا البنات شوفو كيفاه جات جات بالمريقة خاثرة بكريين حال الله الله شهيتكم في الجنة. وحبت لي حب كان يحب البن هذا تاع الصميم والرايب والبن تاع الريكلة معاه دلاع بارد الله الله. هذه هي الغدا تاعنا تاع الجمعة وبصحتنا وبصحة أنا عرفتكم على الطابلة تاعنا هذه هي. وكان معايا الحشية حطيتهم شوف درت في العيد كبير هذا مشوك بقى لي حطيته وحطينا شي ماكسو مع حطيت ماكسو وفرغنا شويه ديال التاي راهي سخانه هاي الخبزه سخان هكذا نشق الاتاي هكذا ونرفعو هنا دوك نديرو العشاء ونوريلكم طريقة جديدة راكم معايا. ها شوفو هي البنات دوكا مع الحشية شوف هداك الكوبوخو لي غسلتو الصباح شوف كيفاش شافلي شوف كيفاش خرجلي خرجلي الله الله هاهو شوف البحرين دوكا الحشية هاي الست هاكدا تاع الحشية ونحلو على بالكم بعد الفطور نغلقو التباقي ودوكا مع الحشية نحل التباقي ونخرج الورد تاعي نسقيه كما قلت لكم نسقيه الصباح
ونسقيه العشيه. ها هما لي بلونت هاهم. هادي شوف كيف تشوف التربه تاعها، وهادي ها الشوك، وهذيك البيزا لازم نصبها العشيه نسقيهم. نسقيها بكا مع العشيه هادي. نزيد نسقي البيزا ونسقي الشوك تاعنا. يشرب بالله هكا العشية لازم تسقيت. كما قلت لكم نسقي الصباح عشية، نزيد نسقي هذيك الورطة القديفة. ها الورطة القديفة كنسقي مع العشية. ها هو هادي برك يتعاود تنبت لي، خاطرش كي كنت نحطها في الشمس سمعت هذوك هايت. دوكا نسقي هادي ها. شوف هي البنات دركا واش راح ندير. شوف راح ندير بطاطا سلطة، اللي يحب ياخذ افكار ياخذ هكذا امورات ياخذ. شوف بطاطا سلطة غليتها بالماء والملح وقشرتها وقطعتها هكذا. هادو الموديل النوعية هادي الصغيرة اللي وريتها لكم الخطا اللي فاتت، هادي ماشي كبيرة، قلنا هادي تاع الجواز، وهادي الصغيرة هادي نغليها بالماء والملح. هادشي من عند اللي يبيع الخضر، تخيري هادي الصغيرة وحدها وتصوتيها هكذا تجي تلفقها مع المشاوي. وحنا واش درت، شوفوا اللحم قطعته بتيدي هكذا صغير، درت له راس الحانوت هذا اللي نقول لكم انا عليه، وشويه ملح هكذا، وراح نخلطها ندير لها. شوفوا درت هنا طماطيش قطعتها اللي تكون شاده روحها، وفلفل وشويه بصل. هذا دوك ندير لهم لي زيبيس، ندير لهم شويه راس الحانوت هكذا. هذه الطريقه تاعي، واللي يحب ياخذ افكار ثاني تجي بنينه جربوها هكذا. ونزيد له شويه ملح. وشوفوا يا البنات ننصحكم هادو اللي نديروا فيهم هادو تاع المشاوي واللحم هذا على الفحم ولا على الطاجين. انا دوك راح نديروا على الطاجين مش على الفحم، الخطره الجايه نديروا على الفحم. هادو تشريو هادو خير، هادو شوفوا عندهم شحال من عام اللي شريتهم مخلف، كي تجي حديريهم تضربيهم غسله برك. هذا ما كان هذوك تاع اللوح بي فيه ينحرقوا ويتواسوا خير. هذه تشري كونتيتي منهم وتخبيهم نهار تحبي ديري هكا المشاوي ولا ديري حاجه ومراتك لوليداتك ولا كشافيه في تاكلها، تخيري هذه الانواع نتاع هذو تاع الحديد. هذو هما مخيرين، هذو خير وتستحضري فيهم وخلي تضربيهم غسله برك. والاخرين خطاش بي فيه ينحرقوا كامل، تشري هذو كونتيتي وحدين دوزين ولا أكثر من 24 هكا تخبيهم وتصليهم. وراكم معايا في الطريقة تاعي، دوك نصوتيها وهادو نخدمهم معاكم وتشوفوا الطريقة وتستفادوا. هادي العشاء، العشاء تاعنا ظريف خفيف. على بالكم الصباح الطعم، وفي اليوم شنديرو؟ نديرو حاجة خفيفة. ورانا الآن أيام العيد، على بالكم اللحم كامل. دوك نوريكم الطريقة وراكم معانا. ها شوفي الطريقة تاعي، شوفو كيفاش نديرها. وشوفو هذا الفلفل البصل يطبدنا، يطيبنا الشوا تاعنا. شوف كنخلط لهم حتى الالوان تجي هايله. شوف شرخه لحم، شرخه طماطم، شرخه بصل، شرخه فلفل، وهي رايحه هكذا. حتى تعمرهم كامل، ها راني نعمر بكا فيهم هكذا. هذه شرخه بصل، شرخه طماطم، ونكمل في هذاك اللحم. ودوك نقليها البطاطا نصوتيها ونزيد لها بصل، تجي هايله البنات. راكم معايا العشاء تاعنا، الله اكبر. هاي البنات، هاي البطاطا، هاي الصلصه، وها لي بروشيت. دوكم غير تحط كيما هادي، شوفو دوكم كونزينيير راني نسيت فيهم. هاي قلت لكم كيما ديرو المكرونة يعطي بنة هكذا. اليوم ما درتهمش هكذا، درتهم غير هكذا. الله اكبر، هذا تاع المغرب. البطاطا كي تصوصها هكذا دوك نشوفها كنديرها تجي هايله. وها هم لي بروشيت تاعنا، المشاوي
دونك نكملو هذه لاكونتيتي كامل نطيبو. هاي البنات هاي البطاطس تاعنا، شوفو درنا لها بقى هادو شويه باقي تاع هذيك الطوماطيش اللي تقليت كامل، رميتها هنا فوق البطاطا صوتي، وزدنا لها بصل، بصل هكذا اخضر. جربوا هذه الطريقه يجي هايله يا بنات، مع شوفوا كيف تشوي لنا جبنت روعه. هذه هي المشاوي تاعنا تاع الليله والباذنجان، شوفوا هكا شويه وديروا طماطيش مع دلوس شويه ثوم يترافق مع هذه المشاوي وشويه اشلاط خس، وصحشاتكم الجميع. وان شاء الله الروتين تاع اليوم راه عجبكم من الصباح حتى العشيه. ما تنساوناش في اللايكات ودعم القناه بتكبر بيكم وبينا، واللايكات هي اللي قناه تزيد تكبر. وبسلام عليكم، واللي ما يعرفش يفعل الجرس بالمحتوى تاع القناه يوصل له. وبسلام.